The Lion Cutters. غالبا لا يهتم هواة الصيد بنوع السمك الذي تم صيده أو بمكان الصيد، ولكن الأهم هو أنه علينا دائما التعامل مع الحاجة إلى قطع الخيط. وكقاعدة عامة فإن صياد السمك يكونون متحمسين للغاية لهوايتهم، إلا أن معظمهم يتفقون على أن خيط الصيد الحاد يمكن أن يفسد كل المرح، وتكمن المشكلة في كون الأنصال غير موجودة دائما حينما يحتاجونها، وبسبب صغر حجمها فهي تفقد باستمرار، كما أن رطوبة الهواء تفقدها حدتها بسرعة. لذلك فقد تم ابتكار هذا الخاتم، وهو أصغر جهاز تم اختراعه لقطع خيط الصيد، ومع ذلك فهو لا يفقد بسهولة ولا يفقد حدته أيضا، ويمكن لأي شخص ارتداؤه حيث يتم تعديل القطر على حسب حجم الإصبع. الشفرة الملحقة بالحلقة ذات تصميم فريد، ومن المستحيل أن تجرح نفسك أثناء الاستخدام، ومع ذلك فهي تقطع الخيط بسهولة وبسرعة. سعر الخاتم 12 دولار. نورث تيل سكيل. في العادة يستخدم شريط القياس التقليدي أو الشريط السنتيمتري لقياس طول الأسماك التي تم اصطيادها، ولكن الأسماك الحية تتحرك كثيرا وذات جسد ضلق، مما يصعب من تلك العملية ويجعلها معقدة للغاية. لذا فقد تم ابتكار تلك الأداة والتي تعرف بـ North Tail Scale لحل تلك المشكلة، وهي عبارة عن مقياس صغير لا يشغل في حقائب الظهر حيزا أكبر من حيز المسطرة التقليدية. يتفرد المقياس بكونه لا يحتاج إلى أن يتم تثبيته في رأس السمكة لقياس الجسم كما في الطريقة المعتادة، بل يتم تثبيت الجهاز فوق جسم السمكة لفترة قصيرة وفي وضع مريح. يعتمد مبدأ القياس على معادلة رياضية معينة تعتمد على عرض الزعنفة الذيلية والمرتبط بطريقة ما بطول جسم السمكة. يتكون الجهاز في الأساس من قضيبين مثبتين على قاعدة، على أحدهما توجد أرقام تحدد طول السمكة والآخر يحدد وزنها. وهكذا ببساطة، بمجرد قياس الجهاز للزعنفة الذيلية يمكنك معرفة طول السمكة ووزنها، وقد أظهرت العديد من الاختبارات أن هذه الطريقة شديدة الدقة. كذلك لا يضر المقياس بذيل السمكة بأي شكل ولا يدخلها في حالة من الإجهاد. يمكنك شراء الجهاز بسعر 15 دولار فقط. جو فيش. على الأغلب لا يوجد أحد من هواة الصيد لم يفكر ولو لمرة واحدة في حياته في إمكانية مشاهدة عملية الصيد تحت الماء وكيف سيكون أمرا ممتعا ومثيرا للاهتمام، حتى أنه لا يمكن تخيل لحظة الإثارة عندما تلتقط السمك الطعم إلا عندما يهتز خيط الصيد. اليوم أصبح بإمكان الأشخاص الفضوليين إنفاق 140 دولار فقط لشراء كاميرا جو فيش للتصوير تحت الماء. الكاميرا مجهزة بزعنفة استقرار وعدسة تفتح بزاوية 170 درجة، وبما أنه من المفترض أنها كاميرا تصوير تحت الماء، فقد جهز المطورون الكاميرا بهيكل مقاوم للمياه. الجهاز مناسب لصيد السمك من أي نوع، وبإمكانه تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل على عمق يصل إلى 150 متر. الكاميرا مزودة أيضا بنظام خاص لتصوير في الظلام، وكل ما يحدث تحت الماء يتم نقله إلى هاتفك الذكي في الوقت الفعلي حتى يتسنى لك البقاء على اطلاع دائم بما يحدث مع الطعم. ستريم فلاي فيشينغ رودز. استغرق الأمر 18 شهرا لإنشاء تلك السلسلة من قضبان الصيد، وتود الشركة المصنعة أيضا إنشاء مثل هذه الملحقات لتكون في متناول الجميع، والتي يمكنها تقديم تجربة صيد لا تنسى لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. لذلك تم إنتاج قضبان ستريم فلاي فيشينغ رودز، والتي تتميز بثلاث مزايا رئيسية. أولا الجودة العالية والمتانة مقارنة بقصبة الصيد التقليدية والتي تكلف ضعفين أو أكثر. الميزة الثانية هي كون المنتج متوفر ويمكن شراؤه بأسعار تتراوح ما بين 390 و 800 دولار اعتمادا على النموذج. أما الميزة الثالثة فهي تعهد الشركة المصنعة بإصلاح الأجهزة المشترى مجانا في حال حدوث عطل فيها. تأتي القضبان في ثلاثة نماذج، وهي بروك وريفت وموبي، وتختلف الأنواع الثلاثة عن بعضها البعض قليلا من حيث الشكل.
فلاي ريل. يقول الخبراء من شركة سيشن الأمريكية أن أدوات صيد الأسماك يجب أن تكون مريحة وغير معقدة، لذا فقد أنتجت الشركة أدوات صيد عالية الجودة ومناسبة لجميع أنواع المياه وأرخص من النماذج المنافسة. وللمقارنة يمكن أن تتكلف الأدوات المهنية للشركات الأمريكية الرائدة ما بين 220 إلى 420 دولار، بينما يمكنك شراء فلاي ريل من شركة سيشن بسعر 200 دولار فقط. وفقا للشركة المصنعة، فإن الناس في كثير من الأحيان يرون أن الصيد رياضة مكلفة، لذا فقد حان الوقت لتغيير ذلك المفهوم. تتميز بكرة فلاي ريل بالأناقة، ولكنها في نفس الوقت قوية وقادرة على تحمل الأوزان التشغيلية العالية. جدير بالذكر أن النقش عليها هو عمل فني حقيقي تم تصميمه بيد فنان من كاليفورنيا يدعى سكاي ووكر. الأداة مصنوعة من الألومنيوم القادر على تحمل الآثار الضارة للمياه المالحة، وتؤكد الشركة المصنعة على حقيقة أن الجهاز مناسب لصيد الأسماك في البحيرات والأنهار وكذلك في المحيطات. فليب روكس. ذلك الحذاء هو مثالي للأشخاص الذين يحبون قضاء أوقات فراغهم بعيدا عن الحضر. ووفقا لما ذكرته الجهة المصنعة، فإن فليب روكس هو عبارة عن حذاء 3 في 1، فهو مناسب لرياضة المشي لمسافات طويلة ولصيد الأسماك وتجديف الكاياك أيضا. ويكمن السر في التصميم الفريد للنعل الذي يحتوي على بطانات قابلة للتبديل. الحذاء مزود بجهاز تعقب للصيد يطلق عليه ووتر تراكر، ويتم تركيبه في هذا النعل الفريد والمجهز بعلامات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والتي تحسن القبضة وتمنع الانزلاق، بحيث لا ينزلق الحذاء من الأقدام بفعل تدفق النهر السريع. هذا بالإضافة إلى شريط مطاطي يثبت في الحذاء بشكل موثوق. وبالنظر إلى التصميم الخاص للنعل، فهو لا ينكسر كالنعال التقليدية. جدير بالذكر أن هذا التصميم لم يتم اختياره عن طريق الصدفة. في الواقع، فإن الحاجز المطاطي يحمي أصابعك من الصدمات المحتملة بالأجسام الصلبة. يمكنك شراء حذاء فليب روكس بسعر 115 دولار. ساند بلاستر بايت كاستر. للصيد على بعد كبير من القارب ليس من الضروري على الإطلاق إنفاق المال لتأجير قارب، حيث تم ابتكار جهاز خاص يسمح لك بالصيد من مسافة لا يمكن الوصول إليها عن طريق قضبان الصيد التقليدية. ساند بلاستر بايت كاستر هو في الأساس مسدس من خلاله يمكنك إطلاق الطعم بسرعة كافية ليصل إلى مسافة 275 متر من صنارة الصيد، حيث تسبح الفرائس الكبيرة والأكثر تفضيلا على وجه الخصوص. الجهاز حاصل على براءة اختراع لقدرته على صيد الأسماك من الشاطئ بشكل مثالي، ولكنه مفيد وفعال بشكل أكبر للصيد على شواطئ البحيرات الكبيرة. المسدس مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، بحيث يمكنك استخدامه لسنوات عديدة. سعر الجهاز 500 دولار. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من تلك الادوات والابتكارات قد اعجبتكم اكثر. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.